مشاهدينا من كل مكان، مساء الخير عليكم. حابه اقول لكم مبدئيا كل سنه وكل الستات طيبين. النهارده 8 مارس، اليوم العالمي للمراه. كلامنا النهارده وموضوع حلقتنا النهارده مش هيبقى بقى ولا على الخناقات ولا العلاقات الاسريه ولا الزوجيه. هنتكلم في موضوع مهم جدا يهم كل كائن حي. هنتكلم النهارده عن الاكل. طبعا كتير جدا مننا بيشتكي عنده مشاكل، اللي عنده مشاكل في البشره، في الشعر، الجهاز الهضمي. طبعا ممكن يكون معظم مشاكلنا دي بسبب الاكل، بسبب اول حاجه حطيتها في بقك. كتير جدا بيصحى مننا، بنصحى من النوم بنحط اي حاجه في بقنا، مش عارفين احنا حطينا ايه. النهارده هنكلمكم عن النظام الغذائي من ساعه ما نصحى من النوم لحد ما ننام. طبعا منتظره تواصلكم معايا وكل استفساراتكم بخصوص الاكل والمشاكل اللي بتواجهنا بسبب التغذيه. هيبقى معايا ضيفتي اخصائي التغذيه الشاطره جدا ايمان مهران، اللي هتجاوب على كل الاسئله. منورانا ايمان. وطبعا منورانا النهارده مدام ايمان لطفي، هتكلمنا برضو عن الاغذيه الصحيه اللي المفروض تبقى يعني المفروض العادات المتبعه في مطبخ كل واحده فينا. مساء الخير عليكم، مساء النور، نورتونا. ميرسي. مبدئيا خليني اسالك ايمان، عايزين نتكلم من ساعه ما بنصحى من النوم اول حاجه بنحطها في بقنا. تمام. اولا انت اول ما بتصحي، طول ما انت نايمه انت عندك جهاز الحرق شغال. تمام. في ساعه ديناميكيه هي سبحان الله ربنا خلقها دي لوحدها، الجسم بيحرق اي حاجه بياكلها. هي بتبتدي من الفجر لغايه الساعه 12. تمام كده. فاحنا بالنسبه لنا اول وجبات دي هي اكتر وجبات لازم تبقى هيلسي. تمام. ما ينفعش اول ما نصحى من النوم نشرب خالص، المعده لا مهيئه ان هي تشرب ولا اي حاجه. انا لازم اعمل لها زي بطانه. طب ثانيه واحده، يعني انت مثلا عايزه تقولي لي ان انا الناس اللي بتصحى تشرب شاي، تشرب مش عارف ميه، دي اول اسباب من اسباب القرحه وتعليه حمض الهيدروليك، فبالتالي تبدا الحموضه على مر الوقت. يعني الناس اخطر حاجه الناس اللي بتصحى تشرب قهوه. لا، انت كده نزلت زي شبه ميه نار. تمام. كويت بيها المعدة بتاعتك، مع مرور الوقت مش هيقدر، يعني مش هيقدر ياكل، هيلاقي كل شوية بيحفز حمض بشبه بالظبط مية النار. والنسكافيه نفس الطريقة؟ ده أصعب. المواد اللي فيه هي شبه مية نار، فاحنا كاتباع لسنة الرسول أصلا هو وصانا إن احنا لازم ناكل حاجة الأول، لازم نبطن معدتنا الأول. حتى لو الحاجات دي فيها لبن، يعني لو النسكافيه باللبن، لو القهوة باللبن، حتى الحاجات دي فيها لبن مضرة ان هي تتشرب على الصبح؟ لا، ما ينفعش، يعني ده ممنوع، ده ألف ب تغذية. طيب والناس اللي بتصحى تشرب كوباية عسل، مية بعسل على الريق، لبن برضو؟ لا، دي برضو أسباب ممنوع. من أسباب ان هي تعلية الحمض بتاع المعدة أول ما بنصحى، فبنلاقينا طول اليوم احنا مش في المود، فبالتالي بتفضل طول اليوم محفزة ان انا جعانة، انا في حاجة مش مظبوطة. صحيح. تمام. لان زي ما قلنا ان المخ والمعدة الاتنين دولت أشخاص جوانا، ربطنهم ببعض هرمونات وانزيمات. تمام. فده مش مرتاح، ده مش مرتاح، والعكس صحيح. تمام. هو حتى بيقولوا دايما في مثل بيقال المعده بتتضايق، يعني بالظبط طول كده. فعلا المعده تعبانه، الواحد نفسيته تعبانه وعلى طول مصدع ومقرف ومش عارف فعلا يمارس انشطته. يعني افهم من كلام حضرتك ان اي سوائل بتدخل الجسم على الصبح ما عدا الميه. ما حضرتك يعني قلت الميه، قلت ما ينفعش ميه على الصبح. لا لا، ممكن نشرب كوبايه ميه، بس ليها كمان طريقه معينه. عايزه تشربي ميه اول ما تصحي، تمام، هتشربيها وانت قاعده، لان مجرد وقوفك ده بيعلي انزيمات الكبد. فانت هتشربي ميه اول ما تصحي، لازم تتبعي شويه خطوات. اولهم ان انت قاعده تشربي الميه، بتشربي ببطء. هو السنه كمان اللي يشرب وهو قاعد. بالظبط كده، بتشربي ببطء جدا. أيوة. عشان تهيئي جسمك. تمام. لو شربتي كوبايتين ما تشربيش بسرعه، مجرد شربك الميه اول ما تصحي بسرعه ده بيسبب صداع. فاحنا محتاجين ان احنا الاول نعمل زي بطانه للمعده. اهمهم ناخد معلقه زيت زيتون، معلقه زيت زيتون على الريق، ويكون مكتوب عليه معصور على البارد عشان بيكون زيرو كالوري. خلاص. في ناس كتير تقولك ما اقدرش، انا مش هقدر اخد معلقه زيت زيتون، طعمه وريحته، لو حطيتي عليه ليمونيه صغيره خلاص هو الطعم والريحه راحت. طيب انت مش قادر، خلاص خد بلحيه. طب الناس اللي بتقول احنا ممكن ناخد فص توم على الريق، الكلام ده منطقي؟ هلسي جدا والله، جدا، وما بيعملش حرقان في المعده؟ لا، مش هيعمل حرقان في المعده خالص، لما دام انا ما عنديش مشكله في القولون.
يبقى ما عنديش مفيش مشكلة مشكلة في المعدة برضو، عشان بالظبط لو في قرحة في المعدة يبقى غلط ال هيبقى غلط التوم. فاحنا اجتنابا لكل ده انت ما عند يعني زيت الزيتون حتى لو كان عندك ايه، هو اكتر حاجة هيلسي ليك. يعني اول حاجة اول عادة صحية ان احنا نصحى من النوم ناخد معلقة زيت زيتون. الناس اللي ما بتحبش ريحة ولا طعم زيت الزيتون سك ممكن تحط عليه عصرة ليمون، صح بالظبط كده؟ نقطتين مش نقطتين مكمل. لو في نقطتين برضو مشكلة في القولون خلاص نتجنب عصرة الليمون عليه خالص، ناخده هو كده يبقى زيت الزيتون معلقة على الريق، بالظبط تمام كده. كده؟ طيب خليني برضو أسأل حضرتك بالنسبة ل، طبعا كل الناس اللي قاعدة ممكن تكون بتتفرج علينا بتسأل على السمنة، اوكي ايه اكتر حاجه مسببه للسمنه؟ طبعا ناس كتير جدا ما بتبطلش اكل، اوكي ويبقى مثلا ناتج عن قلق، ناتج عن ان هم عندهم مثلا معدتهم بقت حجمها اوسع فبيستوعبوا كميه اكل اكبر، لكن اكيد في مسببات رئيسيه للسمنه وان الحرق يكون اقل من الطبيعي او من المعدل الطبيعي. بالظبط كده. هو احنا بنطلع كل تفكيرنا في الاكل. صح مبسوطه باكل، فزعلانه انا هاكل برضو. صح طيب في كل الاحوال احنا هنسيبك تاكلي، اوكي لكن قبل شكرا. ما تاكلي قبل ما تاكلي احنا هنقولك بس خدي بالك، خلاص في نوعين من الجوع ده، دي حاجه ميكانيكيه جوه جسمنا، جوع اسمه الجوع العاطفي ايوه وجوع اسمه الجوع الحقيقي. انا اسمع عنه الجوع العاطفي، انا على طول جعانه عاطفيا، على طول انا باكل علشان انا جعانه عاطفيا، ده حقيقي فعلا، انا مش جعانه فعلا وباكل، ده بالظبط حقيقي. الجوع العاطفي انت بتاكلي حاجه تمام، هو انت مش جعانه صحيح خلاص، ومجرد ما تاكلي اي حاجه او تشربي اي حاجه خلاص انت كده بقيتي ساتسفاي اوكي سكتي خلاص. الجوع الحقيقي فهو اوريدي انت اكلتي وبداتي تاكلي ولسه حاسه ان انت جواكي رغبه، فده خلاص برضو هتحسي ان انت بعد فتره بقيتي امتلكتي هرمونات الشبع بدات تظهر اوكي تمام. يعني دي طب حاجه. ازاي اتجنب الجوع العاطفي ده؟ لانه يمكن ستات كتير جدا ممكن تتخانق مع جوزها تخش تحط غلها في الاكل، تتخانق مع العيال مش عارف تبقى قلقانه تبقى في المطبخ تقعد تلقط، صح كده؟ مدمن والناس يعني اللي بتاكل وما الطبيعي. بتحرقش، يعني في ناس بتاكل وما لا بتحرقش، احنا بنتكلم ايه على عدم اللي هو، الحرق؟ لا اللي هو الناس اللي مش جعانه وبتاكل، اللي هي الجعانه جوع عاطفي وتفضل تاكل على طول عماله على بطال. بالظبط. خلينا نتكلم في الجزئيه هقول دي لها نعمل فيها ايه. اول حاجه روحي اشربي حاجه، اشرب حاجه ويفضل في الوقت ده ان انت تشربي مثلا كاكاو خام بلبن. ما بيتخنش؟ لا خالص، اوكي احنا اهم حاجه ما نكونش ان احنا عندنا فيها حاجات فيها سكريات في الوقت ده اوكي تمام، لانك لو فضلت اديتي لجسمك سكر في الوقت ده هيفضل ينتقم منك وهو مبسوط قوي ان انت قاعده تغذي جسمك بحاجات مضره تمام. فاحنا عايزين ناكل نشرب كاكاو بلبن خلاص. طيب تمام شويه لسه برضو انا حاسه ان انا برضو لا انا محتاجه حاجه تانية، لا خدي دارك شوكليت بس ليه طريقة معينة علشان تحسي برضو ان انتي هديتي او ان انتي سكتي او انتي كده، ان انتي لما بتاكلي الشوكليت خدي مدة في اكلها، يعني ما تحطيش الكوبس كلها كده، لا حاولي ان انتي تاكليها بالراحة يعني بطريقة. اخدها على مراحل، يعني بالظبط كده اخدها على وقت طويل. بالظبط كده، لان اتحاد اصلا اللعاب ده مع الشوكليت هو اللي بيظبط المود بتاع الدماغ اوكي، فبالتالي المخ نفسه بيحس ان هو خلاص انا ما عنديش مشكلة. طب والناس اللي طبيعتها ان هي تاكل سكريات كتير قوي، تشوكلت ومشروبات كاكاو باللبن والحاجات، طبيعتها ان تاكل حلويات كتير جدا وتشرب سكريات كتير قوي، اي احنا بنقول لهم اولا انتوا اكثر ناس عرضه لمرضى السكر، فلما تلاقي نفسك كده قولي هو انا عايزه اروح فين، عايزه يكون عندي 40 50 وانا في المستشفيات بتنقل من هنا لهنا، ولا انا حابه اكون صحتي هيلسي، هنقول لها بالتدريج بالراحه. طيب بس هما مبيبقاش عندهم القدره النفسيه اللي يقدروا يتحكموا في نفسهم. ما احنا نقول لها حاجات بالراحة. اولا لو انت بتحبي السكريات في الشاي في القهوة حاولي بدليها بمعلقة عسل، لانه هيتحول بسرعة جلوكوز هيستخدميه في الطاقة تمام. تمام. فانا كده مش هبعد عن البنكرياس خالص تمام خلاص. هبدأ اقول لها لا حسيتي ان انت متوترة ونفسك برضو في حاجة سويت، هو ده نقص كالسيوم، هو مش حكاية ان انت بتحبي السويت، لا ده معناها نقص كالسيوم. الناس اللي بتحب البيبسي قوي ايوه هو ده غصب عنهم طب تمام، ازاي؟ صحيح في ناس كتير ده جدا نقص الزنك. بيشربوا بيبسي يعني مع كل وجبة، لازم البيبسي مع كل وجبة، يعني الناس اللي بتشرب بيبسي على الوجبات ويعني بالنسبة لهم ادمان، ده في ناس ما بتبطلش تشرب بيبسي، ما تشربش ولا شاي ولا قهوة، عايشين على البيبسي بتشرب فعلا. بيبسي مع دي كل وجبة. بالظبط، دي هرمونات في جسمهم هم لازم يتحكموا فيها. هقول لك
انت غلطان، اقف مع نفسك دقيقه واقفي مع انت نفسك بتقولي دقيقه. نقص زنك؟ نقص الزنك طب يعني لو خد جاست ان هو لو اخد حبوب الزنك العاديه اللي في الصيدليه العاديه خالص لمده مثلا اسبوع، هو نفسه مش هيحس ان هو خلاص الحاجه دي مش حاببها. بيزهدها. تمام بالظبط كده. لو جه قال لي انا باخد بيبسي دايت، فايه مشكله ده زيرو كالوريز، هقول له بس انا محتاجه من كل ست او كل ام ان هي قبل ما تشتري اي حاجه لطفلها حاول بس تلف الحاجه تشوف المكونات. تمام. هو زيرو كالوري بس هو فيه سبرتام. عارف يعني ايه سبرتام؟ انت بتغير خواص الدم بتاعتك كلها. لا عارفين يعني ايه سبرتام؟ اكيد انا نفسي سبرتام. يعني اكيد المشاهدين ما يعرفوش يعني ايه سبرتام. سبرتام دي هي ماده صناعيه. تمام. بتم دخولها في المأكولات بتاعتنا عشان تحليها. تمام. فيكون ليها طعم حلو. طيب الماده الصناعيه دي بتعمل ايه؟ الماده الصناعيه دي بتتحد مع جزيئات الدم بتاعتي وتبدا تغيرها. مش هتغيرها في يوم اتنين تلاته، تاخد لها سنين ونلاقي بعد كده الكانسر بتاع الدم. وعشان كده ولادنا معظمهم بقى عندهم كانسرات الدم، المستشفيات بقت مليانه بسبب ان احنا ما بناخدش بالنا من كلمه اسبرتام. تمام. فدي لازم اول حاجه نخلي بالنا منها. الاسبرتام ده اللي بيكون في السكر اللي هو الدايت. الدايت. اوكي. تمام. فاحنا لازم نقرا، حتى لو كاتبين خالي من الاسبرتام احنا برضو تجنبا بلاش ناخد اي حاجه عليها كلمه لايت. تمام. لانهم عشان ينزعوا الماده دي برضو منها ويحاولوا يحطوا لهم سكر محلى، فبيحاولوا ان هم يزودوا الماده دي. فلا، خلينا هيلسي، خلي حياتنا كلها نفكر فيها. طب بالنسبه للسمن البلدي بقى والسمنه الجاموسي والسمنه البقري، دي اجمل حاجه في حياتنا. طب انا اعرف يعني ان هي صحيه جدا. الزيوت النباتيه او الزيوت المهدرجه كلها هي دي اللي بتقف على الشرايين وبتسدها. يعني السمنه البلدي اكتر حاجه صحيه ممكن نستخدمها، ولا السمنه المهدرجه ولا زيوت ولا الزيوت. لا انا عايزه كل الناس تاكل سمنه بلدي بس ما احطش بكثافه. السمنه البلدي هي اللي بتشيل الكبد، الدهون بتاعها هي اللي بتعمل ليونه للعضلات، هي اللي بتتحول لطاقه. تمام. بس زي ما قلنا ما نكترش في الحاجه بتاعتنا. تمام. بالمعدل الطبيعي بالظبط. يعني بالمعدل. طب ما فيش مشكله خالص اعمل طبق فول حلو كده وعليه الزبده بتاعتي، مش لازم الزيت. حطيت زيت ممكن ناخد زيت بذر الكتان نلجا له الاول. زيت نخاله الرز زيرو كالوري. تمام. لكن الذره والعباد شمس لا. لا مش انا اعرف ان الزيت لما يتحط على النار بيتهدرج، ده كلام مظبوط؟ تحت اي درجات حراره هو بيتهدرج. اي زيت؟ اي زيت ما عدا المفروض زيت نخاله الارز. فده يعني هو بيبقى غالي شويه. تمام. بس هو لصحتي ده انسب حاجه. طيب طبعا يعني كل مرحله عمريه وبيبقى ليها طريقه اكل معينه. تمام. خلينا نبدا باصغر ناس عندنا في البيت. طيب. ايه الاكل الصحي او ايه الطريقه؟ خلينا نتكلم على اللانش بوكس مثلا. تمام. ازاي اعمل لانش بوكس صحي للولاد ما يكونش مكلف ويكون برضو هم حابينه، علشان خاطر هم بيبقى ليهم ذوق معين طبعا في الاكل. أيوة. ممكن يرجعوا بيه مره تانية. طيب. كلميني على اللانش بوكس يا ايميل لو سمحت. طيب. اولا مش عايزه كل ام تقول انا لازم ااكل ابني قبل ما ينزل اشربه كوبايه اللبن دي عشان انا مش عارفه طول اليوم هو هياكل اللي في اللانش بوكس ولا لا. كوبايه اللبن اللي احنا بنشربها لهم الصبح دي هي بتسد نفسهم اتقول. تمام. يعني كوبايه اللبن الصبح لا. لا انا مش عايزه كوبايه اللبن خالص. تمام. انا عايزه كل ام كده تجيب معلقه عسل اسود عليها نقطة ليمون أو عصير برتقال. تمام. وتدهلهم، دي بتعلي الحديد جدا فتخلي الولد طول اليوم معايا منتبه. تمام. مفيش توهان، مفيش عدم تركيز. طيب هنيجي بقى لللانش بوكس. اللانش بوكس ده هو بوابته أو عبوره إن هو يبقى إيه، أنت بتحددي ابنك من طريقة أكله. تمام. على فكره انت غلطانه، هو اللي بيحدد حدد لنا هيفرضوا علينا ياكلوا ايه. ايوه يعني بالزبط. ممكن احنا نعمل لهم لانش بوكس معين وهو يروح هناك ما ياكلوش. صحيح. يعني يروح المدرسه وما والله ياكلوش. العظيم فعلا بيرجع زي ما هو وبيبقى بالزبط. كل انواع الاكل اللي ممكن يعني المفروض انت تحب ده. طب ايه بقى؟ هما شويه بيحتاجوا شويه يعني عارفه حركات، يعني مثلا عارفه الفلفل الرومي الاخضر العادي ده بتاعنا. تمام. الفلفل الاخضر احشيه جواه جبنه، خلاص حطي له جواه البضايه. يعني حاولي اعملي له شكل تجميلي بالظبط. الفلفلايه، الفلفلايه دي هتعلي بقى علشان اقعد احشي البيض في الجبنه. ده الموضوع سهل جدا. لو الاطفال بتحب تاكل مثلا الجزر تحب تاكله كده، الطماطم تحب تاكله، الخضار نعمل لازم لهم في اللانش بوكس كده ناحيه كده. الخضار لازم يكون اساسي. ما تقوليش لا هو مش هيشبعه، لا هو ده اللي هيشبعه الخضار.
طبعا. ما تحاولي تجيبي مثلا البانيه، شوحي له البانيه، يعني احنا بنديهم مصروف كبير وبيروحوا يضيعوه في حاجات. طيب هاتي البانيه، بانيه مش مكلف خالص، ايوه حاولي شوحيه تمام، وحاولي حطه له مع توستايه كده او عيش، اللي هو بيحبه، يديله طاقه طول اليوم. اه اوكي. يعني انا البني ما مقلهوش اشوح لا على ما جريل، تعوديش على الجريل. طفلك من هو صغير ان انتي تحمري له الحاجه، حتى البطاطس المحمره لا، احنا ممكن نعملها بطريقه تانية هيلسي. ما هو انا لو اديته كل يوم محمر، انا مع مرور الوقت هلاقيه مش عارف يتنفس. طب الجهاز اللي بدون زيت، ما هو في جهاز بدون زيت دلوقتي، حلو البطاطس جدا، اللي هي حلو جدا، القلاية بدون بس زيت. انا مش قادره اجيبها. تمام. انتي تمام. بس هتقطعي البطاطس، هتغليه حوالي 5 دقايق كده على النار تمام، وبعد كده بتسيبيه شويه ينشف وتدخليه الميكرويف وانت رش عليه زيت. اوكي. ادخله الميكرويف ورش عليه زيت. بالظبط كده. اوكي. عايزاكي ترش عليه كمان رشه كركم بسيطه، كاري وكركم. ليه كركم؟ لان هو بيزود الكالسيوم. خلاص ادهوله، ادهوله وهو رايح مع المساء. اعملي له كفته. كل الحاجات دي والله ما مكلفه، يعني لو حسبنا البانيه كيلو 65 هي ممكن نواشف بس بروتينات، بالظبط، يعني يعني ولا حاجه بروتينات فعلا اللي وتعمل انت بتقوليه نواشف ده. يعني كلها. بالنسبه لي معلش، يعني كيلو الجبن الرومي اكيد نفس سعر كيلو البانيه، بالظبط كده. صح احنا كده؟ بنجيب جبنه، بس الجبنه الرومي ملحها عالي، يعني وما نسبه بياكلوهاش. الملح فيها عاليه جدا. بالظبط كده. وبعدين فانا لا، انا نهتم اجيب بالخس البانيه. بقى والجرجير والحاجات اللي فيها زيوت طبيعيه دي، خصوصا لو هما بنات. بالظبط الجرجير والخس كويس لشعرهم، بالظبط كده، حلو جدا بالظبط. لان في نسبه زيوت عارفه، عاليه. هاتي الخصايه، هاتي الجرجريه، حطي فيها الجبنه اللي هو بيحبها تمام، ولفيها كانها ساندوتش. اوكي. واقفليها بزيتونيه كده مثلا. خلاص انت اديتي له الفيتامين، اديتي له بروتيناته، اديتي له كل حاجه. محتاجين برضو جزء لازم بيبقى في اللانش بوكس، كربوهيدرات، عشان ندي للولد طاقه. طيب فالكربوهيدرات دي ندي له معاه توست، ندي له يعني انا ما حبس الفينو خالص والله. تمام، طب لان ايه هو الفرق؟ ما هم الاثنين بيتعملوا من الدقيق والسمنه والميه. لا، احنا بنتكلم ان التوست هو حبوب 7 حبات، فهي حبوب مشبعه قوي تمام، بتعلي المناعه بالذات لو عملناها او اشتريناها اللي بتتعمل من الشوفان. خلاص. العيش ابو رده حلو جدا، مفيد برضو لو هما في المرحله دي. خلاص. لكن الفينو انت بتدي له حاجه بتاذي بيها، يعني لانه معلش عرفيني ليه برضه. اولا ان هو بيبقى فيه ماده كلوماتين عشان يخلوا الفينو ينفش بالسرعه دي. اوكي. اول ما بيخش الماده دي بتتعب المعده جدا. خلاص. الماده دي زي انت بتحفزي له ان هو على طول جعان، المادة فهو دي غير البيكنج باودر؟ لا، غير البيكنج باودر، دي حاجة غيرها مختلفة؟ بالظبط. فدي بتخليه طول ما هو قاعد في المس، هو جعان، هو ما شبعش، هو ما اكلش. تمام. طب احنا هناخد اتصال معانا. مروة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كنت عايزه يعني استفسر بس بخصوص الغده. تمام. لو انا عندي خمول في الغده الدرقيه تمام، وباخد لها علاج، بس برضو في اكلات معينه اكيد بحس ان هي بتاثر عليها بسلب اكتر. انتي عندك خمول في الغده الدرقيه؟ ايوه. بتعملي ايه؟ بتاخدي ايه؟ معلش. ادويه باخد لها علاج ليها. بتاخدي علاج ليها؟ عايزه نظام ينزل لي وزني فعلا فيها. يعني هي عندها مشكله في الغده الدرقيه هي وعايزه الغده حاجه. من الاسباب اللي بتخلي الوزن ما بينزلش، ولو نزل بينزل ببطء قوي. هو عشان احنا مهما اخدنا دواء ومعاه عادات غذائيه خاطئه احنا ما بنعملش حاجه، فاحنا لازم ناخد عادات صحيه مع تمام. الدواء. انت معانا يا مروه ولا قفلتي؟ معاكي. لا لا، معاكي. تمام. طيب اسمعي بقى ايمن بتقولك ايه. اول حاجه يا مروه، حاولي على قد ما تقدري تتجنبي الدقيق الابيض تماما تمام، لان ده العامل الاساسي في حياتنا بيأذي الغده. اول ما تصحي من النوم خدي موزايه تمام. الموزه هي بمعادل الدواء اللي انت بتاخديه بالظبط. اوكي. طيب تاني حاجه، الغده بتحب ايه على الفطار عشان تفضل طول اليوم مظبطاني ومش عامله لي؟ طبعا هي فيها خمول، فانت على طول جعانه لان هي ما بتفرش كويس. فانت صديقها الحنون البطاطس المسلوقه تمام. فاعملي طبق بطاطس حلوه كده وعليها نص معلقه زبده ومعاها بقدونس مثلا، قطعيه كده تمام، وحاولي تبداي تاكليه بالراحه واحده واحده. ده البطاطس. البيض صديقها جدا، يعني الغده تحب البيض جدا،
خلاص. فاحنا مجرد ما احنا بنبدأ ناكل البطاطس والبيض هي بتبدأ تنشط. طبعا مع الموزة الرئيسية دي البروتين برضو صديقها، ممنوع منعا باتا قبل ما تنامي تاكلي اي فاكهة، لان ده برضو بيخليها ان هي ما تفرسي خلاص. فانتي حابة لو تاكلي اي حاجة يبقى افضل ليكي ان انتي تاكلي زبادي بخيار، زبادي بجنين قمح، لكن ممنوع منعا باتا الفاكهة قبل النوم. سمعتي يا مروة؟ تمام يعني تمام تاكلي بيض وتاكلي بطاطس مسلوقة، متاكليش فاكهة قبل ما تنامي، صح كده؟ بالظبط كده. ايه عايزة تقولي ايه تاني يا مروة؟ عايزة تسألي تقولي ايه؟ هو انا متابعة دكتور ايمان معايا على الفيس، متابعة البيج بتاعتها، ومشيت على نصايح كتير، وفعلا نزلت في الوزن الجامد فترة كبيرة جدا، بس طول ما انا ماشية على النصايح بتاعتها طيب الحمد لله. بس. فبجد بشكرها كتير جدا جدا جدا، واتشرفت ان انا اتكلمت معاها. انتي شرفتينا يا مروة، ومتشكرة جدا لاتصالك. شكرا يا مروة لاتصالك. يعني دي الحاجات المفروض للغدة. طيب احنا مثلا كستات بيوت كده بصراحة، يعني عندنا مشكلة ان احنا طول ما احنا قاعدين في البيت طبعا بناكل. طب ايه الحاجات اللي انا ممكن اكلها تعليني الحرق وفي نفس الوقت تساعدني اني انا يعني مش ح... يعني لو ما خسناش حتى نحافظ ان احنا ما نزيدش؟ طيب خلاص. هنتكلم ان احنا صحينا الصبح، اوكي خلاص احنا بقى عدينا مرحلة الاطفال بقى، خلاص بنديهم عيش بقى، بنديهم توست، بنديهم كل حاجة خلاص. ايوه احنا بقى احنا انتي لازم تعملي كل حاجة وانتي واخدة وقتك، تمام تمام كده. انا خلاص بقى اخدت معلقه زيت الزيتون بتاعتي، شويه اخدت لي حاجه دافيه كده بحب اشربها، تمام، عشان اعلي الحرق بتاعي، ما انزلش على طول على وجبه الفطار، لا انا لازم قبل الفطار. الشاي بلبن ينفع؟ الشاي بلبن ينفع بعد محدش. بصي مفيش حاجه اسمها دايت حرمان، انت طول ما انت حارمه نفسك من حاجه طول ما انت هتفضلي هرموناتك بتحفزك تاخديها، تمام. فلا احنا مش مفيش حاجه اسمها حرمان من حاجه. طيب خلاص انا حابه اشرب كوبايه شاي بلبن بتاعتي بتوستايه بحته عيش صغننه، كل ده ماشي، بس احنا بنقولك خلي بالك ما تديش جسمك كل اللي عايزه مره واحده، تمام. يعني هاكل فول خلاص، الفول لو اكلناه بعيش ابيض مش هيتهضم، لا ده هيتهضم ولا ده هيتهضم. طيب الفول يعني، طب معلش ده مين السفره اللي بتتحط يوم الجمعه؟ مبدئين يعني ايه مبدئين يعني؟ لا انا عن نفسي بحب اكل العيش البلدي. بالظبط خدي بعيش. انا عن نفسي طب بحب الفول. العيش طب مع البلدي. الناس يعني يقولك لا انا لازم يوم الجمعه ده لازم افطر فول وطعميه. ما هو الطعميه دي المشكله، هنقول له ساعات لو انت بقى خلاص حابب ان انت تاكل فول وطعميه امشي نظام السعرات، احسب شوف جسمك اخد قد ايه سعراته وابدا خصم. عملت وجبه اهي وانت حسيت ان انت شبعت فيها، خلاص ابدأ طول اليوم بقى تاكل حاجات في إطار سعراتك. طيب سريعا ايه أسوأ 10 عادات، او مش 10، شوفي بقى كام عادة ممكن اعملهم يخلوني وزني ما ينزلش او الحرق ما يزيدش؟ الكافيين، لما اخد كافيين على الريق دي اكتر حاجة بتخلي طول اليوم انا مش هعرف اخس، تمام. تاني حاجة التوتر، طول ما انا متوترة هرمونات الحرق بتبقى ضدي تماما، لانها بتحاول توزع نفسها في كل حته عشان ترضي جميع يعني الاطراف. يعني احاول ما بقاش نرفز على بقدر الامكان خالص. مستحيل مستحيل، ده مين ما يتوترش من الولاد من الشغل من اي حاجه؟ الاكل المحمر حاولي على قد ما تقدري، هو اسباب جميع امراض العالم، هو اكتر حاجه بتقتل جهاز المناعه، تمام. يعني يعني ما حمرش الاكل، حاول ان انا استبدله بالمشوي دايما شوحي دايما شوحي. حاولي مثلا حتى لو نفسك في البانيه اعمليه تبليه عادي خالص ودخليه الفرن او دخليه الميكرويف برشه زيت، أوكي. تمام. تالت حاجه ان انت تاكلي وتنامي، دي اخطر حاجه، هي سبب من اسباب الكرش او الـ او الـ الكرش. او البطن، تمام. ما ينفعش البيبسي، البيبسي برضه سبب من اسباب ال لا هو البيبسي حضرتك تقدري تشربي، يعني مش عارفه اقولها لك ازاي، بس حضرتك تقدري تشربي حاجه هتخش جسمك تقعد تكسر في الكالسيوم، هترضي ان حد يجي زي بيكون بيضربك بالبوكس. هو يعني المواد شائع قوي الغذائيه، بين الشباب شائع قوي موضوع البيبسي المواد ده، الغذائيه وغرزانه المعده شائعه قوي يعني بقت بظاهره الفتره اللي فاتت دي، كترت جدا وعند شباب صغير بالزبط. بالزبط. جرثومه المعده. هو طب من القهوه والشاي والبيبسي. ايه جرثومه المعده دي؟ دي اللي بتعمل حرقان في المعده؟ جرثومه حلزونيه، هي بتخش جوه بطانه المعده ووراها بيبقى مخاط،
اخدتي مضاد حيوي، اخدتي كل حاجه، هي مش هتعرفي توصلي لها. تمام. فاحنا عشان نتجنبها من الاول خالص خالص، احنا لازم القهوه والشاي، ما دي ممنوعه منعا باتا، يعني ما نرجلهاش خالص. تمام. القهوه والشاي. طب ولو حد عنده جرثومه المعده، ايه الاكل المتبع اللي ممكن ياخده؟ لسه كنا بنتكلم الصبح اصلا في الموضوع ده. هو طبعا الحديث شاق جدا يعني. انا عن نفسي والله عايزه اقعد اسمع كتير، فهنقعد نسمع انا وانتي بره بقى ومدام ايمان، لكن الوقت طبعا مش هيسعفنا ان احنا نسمع اكتر من كده. انا بشكركم جدا، شكرا ليكي ايمان، شرفتينا. وانا معانا اتنين ايمان، مدام ايمان لطفي ومدام ايمان مهران، نورتونا. شكرا للناس اللي تابعتنا، يا رب نكون وصلنا كل الحاجات دي لأكبر عدد من المشاهدين. يا ريت تسمعوا النصايح دي، انا كمان من الناس اللي هحاول ان انا اعمل بيها. استنونا في حلقة جديدة وكلام جديد، وتصبحوا على خير.